استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية ورؤساء ومسؤولي المآتم بمحافظات المملكة، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة ختام مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، حيث رفعوا إلى مقام جلالته السامي بالغ التقدير والامتنان وعميق الشكر والعرفان على توجيهات جلالته السامية الكريمة لمختلف الأجهزة الحكومية لتقديم الخدمات والتسهيلات مما أسهم في إنجاح إحياء هذه الذكرى. وخلال الاستقبال أشاد جلالة الملك المعظم بالجهود الطيبة التي واصلوا بذلها مجلس الأوقاف الجعفرية ورئيس وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية والقائمين على المآتم وبحسن إدارتهم وتنظيمهم، منوها بما أبداه الجميع من تعاون وتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. وأعرب جلالته عن الشكر والتقدير لجميع الوزارات والمؤسسات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية بكافة إداراتها على ما بذلته من جهود رفيعة المستوى وتقديم كل التسهيلات والخدمات الأمنية والمجتمعية والتي أحاطت الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارساتها بحرية ونظام. وأعرب حفظه الله ورعاه عن الفخر بما تنعم به البحرين من حرية كبيرة على مستوى ممارسة الشعائر الدينية دون أي فرقة أو تمييز، منوها جلالته في هذا السياق بالخصوصية التي عرفها المجتمع البحريني منذ عقود طويلة وتعايشت عليها الأجيال والمتمثلة في حرصها على احترامها ومكانتها الاجتماعية ولحمتها الوطنية وهو مصدر وحدتنا. وأضاف جلالته إن هذه الإنجازات المميزة واجبات توارثناها أبا عن جد وتحفظ الهوية البحرينية، وأن ذلك موضع تقديرنا لعلماء الدين والمواطنين منذ القدم، والبحرين بفضل الله في خير ونمو في كافة المجالات، وذلك نابع من انتماء وحب أهل البحرين الصادق للبحرين، فهم دائما يحرصون على عمل الخير الذي ينهلونه من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف بروح الأسرة الواحدة المتماسكة لرفع اسم وطننا عاليا في كل المجالات، ونحن جميعا نفخر بذلك. كما حضر المقابلة معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي، معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي، وسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام.
وقد ألقى الشاعر محمد هادي الحلواتي أمام جلالة الملك المعظم قصيدة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. خط اليراع من الأبيات ما جملا، خط اليراع من الأبيات ما جملا، في ذكر من باسمه طود الفخار علا، وانساب بحر القوافي في تدفقه شوقا لذكر الذي للخير قد بذلا، ومن أعاد لحلو الشعر رونقه فالشعر في ذكره بدر قد اكتملا، وانداح حرفي على القرطاس منتشيا عذبا فراتا نميرا صافيا عسلا، أعيده كل حين في محبته، وأنظم الشعر درا قد زها وحلا، وما ترددت يوما في مدائحه لأن لي نفس حر تعشق النبلا، وما ترددت يوما في مدائحه لأن لي نفس حر تعشق النبلا، قد ابتدى الشعر في طفلا في مرابعه، قد ابتدى الشعر طفلا في مرابعه، وعاش حتى استوى في ظله رجلا، فإن على الشيب رأس الشعر من فكر فذلك الشيب تاج باسمه كملا، تطاول الشعر فخرا وارتقى شرفا وجاز واجتاز في عليائه زحلا، فلم أجد لي سوى في ظله دعة، فلم أجد لي سوى في ظله دعة، ولم أجد لي إلا ظله نزلا، لا غروة إن قلت فيه ألف قافية أو قلت في مدحه ما يطرب الغزلا، لي في مديح أبي سلمان مفخرة وكل شعري له أوقفته جملا، لي في مديح أبي سلمان مفخرة وكل شعري له أوقفته جملا، أنشدته لا أبالي في محبته من حاسد جاهل أو عاذل عذلا، فقد تعلمت منه الصدق في لغتي حتى إذا قلت شعرا لم أقل خطلا، ولا تلكأ حرفي إذ نطقت به ما قد علمت بقول يتقي الزللا، ميزان قافيتي في رحب ساحته تراه حتى وإن بالغت معتدلا، ميزان قافيتي في رحب ساحته تراه حتى وإن بالغت معتدلا، فهو الذي خط للعلياء لاحبة ومن به كل معوج قد اعتدلا، وهو الذي قد سعى للخير في دأب ومن على حب فعل الخير قد جبلا، مبادرا لعطاء الخير ما فتئت كفاه تهطل غيثا نافعا خضلا، ولا تأخر يوما عند مسألة ولا تردد إما سائل سألا، ولم أجد منه إلا كل مكرمة وقيمة المرء بين الناس ما عملا، ولم أجد منه إلا كل مكرمة وقيمة المرء بين الناس ما عملا، فهو الكريم الذي أحيت مكارمه من طيب عنصره ما جف أو محلا، بشاشة وسمو طيبة وندا وهمة شرفت تستصغر الجبلا، أحيا مآثر أهل البيت محتسبا في كل عام فأضحى في الندى مثلا، وجاد عن طيب نفس في محبتهم أكرم بمن لبن المختار قد وصلا، وجاد عن طيب نفس في محبتهم أكرم بمن جاء بمن لبن المختار قد وصلا، فللحسين مقام ليس ينكره إلا الذي ضل بين الناس أو جهلا، صبط النبي
وشبل الليث حيدرة ذاك الذي في الوغى ما فر أو نكلا لولا هدى جده المختار ما برح الدنيا الوجود تعيش الجهل والخبلا لولا هدى جده المختار ما برحت دنيا الوجود تعيش الجهل والخبلا يا ابن الأكارم من عليا أوال ومن مضى على سنة الأجداد ممتثلا أولئك الصيد من دانت لهمتهم أعطى الصعاب وخاضوا البحر والوشلا شادوا على الخير وإصلاح دولتهم حتى استقام لهم بالخير ما عضلا وورثوا الخير في أبنائهم فغدت بحريننا دار عز قط ما انتقلا فاقبل فديتك يا مولاي قافية قد اكتست من سنا أمجادكم حللا دعوتها قبل يوم فهي كامنة في القلب ترتقب اللقيا لكي تصل ولست أعجب منها إنما عجبي مني لأني بها لم أركب الخيلا ولا اغتررت ولكن حق لي بكم بأن أكون بما أنشدته جذلا ولا اغتررت ولكن حق لي بكم بأن أكون بما أنشدته جذلا والسلام عليكم ورحمة الله. الله يسلمك طويلا.